ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي مال الحركة نايمة كده يا فتاح علي، مرزقة كريم. طب أنا هنكشف على البيت منين؟ وعن نص ده التوك توك عايز غير زيت، وحال الحالة كلها متلخبطة معايا. يا رب يا رب افتح علينا يا رب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان ما نتأخروش. ماشي. جبت الفلوس؟ اه جبتها في الشنطة. تليفوني من الشنطة. الأربع عزة تركبي ماشي. الحمد لله على السلامة. حسابك كام يا عم؟ 20 جنيه. ليه 20 جنيه؟ ليه؟ هو 20 جنيه، ما العملية مش ناقصة والله. هو اليوم ده معروف من أوله. إحنا بنركبوه كل يوم 10 جنيه. 10 جنيه يا ماما؟ يعني إيه اللي 10 جنيه؟ يعني إيه دي؟ أنا عايز 20 جنيه. لا أنا بركبها كل يوم ب10. طب هات قول يا ابني، يلا يا خد بتاعي يلا. هو اليوم معروف من أوله. استغفر الله العظيم يا رب، ده الزباين اللي بتكفر الواحد دي على الصبح. توكلنا على الله. فين يا نوم؟ كانت معاكي. طب هنجيبوا العلاج منين؟ ده امك هتسود عشتنا. تمسكي ريما على التليفون بتاعها مش في الشنطه. كل دي فلوس؟ لا خليك انت على جنب. كده بقى نعمل العملية يا بنتي. هنعمل العملية البت ده رزق وجالي. طب وانت هتقبل الحرام على نفسك؟ ايوه حاجبك، ما انا ظروفي تعبانه، محدش حاسس بيا. طب هما ذنبهم ايه؟ نعمل ايه طيب؟ خلي الشنطه معاك يا لا انت اللي خدتها مني. طب انا اعمل ايه طب دلوقتي؟ معرفش رن عليه تاني. طب وذنبها ايه المسكينه اللي معاك في البيت؟ ان انت تاكل حرام وهتقبلها على ولادك؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تعرفش ظروف اهلها ايه يا اخي. اتقي الله. ده كانت بتفاصل معايا في 10 جنيه نودي لها الشنطه وفيها الفلوس. ده التليفون لوحده يعدي ب 5000 جنيه يا اخي، كله في ميزان حسناتك. ويا عالم الدنيا مخبيه لك ايه؟ رجع لها الشنطه وربنا هيجازيك خير. الو يا عم. يا عم والنبي الشنطة معاك، أنا اللي كنت راكبة معاك. أه الشنطة معايا معايا. أيوة لسه هنجيلك في نفس المكان، 10 دقايق بالظبط هنكون عندك. خلاص ماشي. لا ما تقلقيش خالص، مفيش أي حاجة والله، مفيش أي حاجة، أنا جايلك. عليك هتقلنا بالله عليك، إحنا مش هنعرف نجيلك. اتأخر علينا عشان احنا رايحين نجيبوا العلاج بتاع ماما.
في المكان اللي انت نزلتنا فيه. يا رب. حاضر يا استاذ. يلا مع السلامه. يا دكتور اهو ماشي، بس ثواني كده، احنا معايا شنطه بس هنديها للناس، اركب معايا هنوصلك يعني اللي انت عاوزه. ماشي يا اخي، يلا بينا. انت رايح فين؟ انا رايح لحد الاربع عزر. الاربع عزر؟ اه انا رايح الاربع عزر. ما تقلقيش والله من اي حاجه، الشنطه شوفي حاجتك مظبوطه ولا ايه؟ يا كنت ضايع منهم ولا ايه؟ كانوا ناسينا معايا والله، وفي حاجات تخصهم يعني. و يلا اللمبه مظبوطه؟ ماشي. انا متاسفه قوي على لا والله، انت شديت على قصاد مني، بس انا والله انا عامل حاجه ديت لله عشان خاطر ربنا، عشان ده حرام اصلا. انت راجل محترم ما شاء الله. لا 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 والله مش، مفيش اي حاجه. طب ده كتير، طيب ده كتير. ربنا يستركم معاك. جزاك الله خير يا استاذ. انت راجل محترم والله. لو واحد جني وفيها فلوس، بس ربنا يعلم بظروف الناس. الناس ما تعرفش يعني، كل واحد اعلم ربنا بظروفه. وانت عشان ربنا عملت معاه كده، فربنا كرمك. وان شاء الله ربنا هيكرمك يا رب. يا رب ادعي لنا بس، ربنا يسهل لنا حالك. والله الحمد لله عنك كل حيوان. والتوك توك محتاج مصاريف، انا واقف على تغيير الزيت بتاع التوك توك. بكره ربنا يكرمك ونجيب عربيه، وربنا يكرمك. انا كده هنغير الزيت للتوك توك. يلا ربنا يسهل حالك. يلا الحمد لله والشكر لله. كانت الشنطه مليانه فلوس وفيها تليفون ب 5000 جنيه، كنت ممكن ناخد الشنطه. لا لا لا، بس انت يا راجل عندك ضمير. انا ما فضيتش ندخل على عيالي حاجه حرام، واخد بالك؟ ال 200 جنيه ديت، ال 200 جنيه دي حلال، ما افضل من الفلوس اللي كانت في الشنطه كلها. بس ممكن بنت عندك تتعب ولا حاجه تتعب يا عم. يا رب. الحمد لله. انت رايح فين؟ انا رايح يلا عزبه سبعه. عزبه سبعه؟